مسيرة رائعة لكابتن شطة، وهنتكلم عن مشواره وتاريخ حضرتك الطويل جدا اللي لا يكفيه صراحة هذا التقرير يعني. لكن الأول وفي البداية حابة جدا أعرف رأي حضرتك بعد طبعا مباراة القمة امبارح والمهمة اللي اتصعبت على مستر فايلر، تقول إيه عنها؟ أنا المباراة طبعا بالنسبة لي من المباريات اللي هي بتبقى فيها إخفاقات من خلال توظيف اللاعبين وأدائهم الفردي، يعني كلها أخطاء فردية. الأخطاء اللي حصلت في هذه المباراة من الدفاع أخطاء فردية، لكن إحنا طبعا اتعودنا في حياتنا إنه دايما لما يعني عندنا مباريات مهمة ويحصل لنا إخفاقات العودة بتبقى سريعة طبعا، وبتبقى كمان الريكفري بيبقى أقوى، ودايما بنحس بالالم اللي بيحس بيه الجمهور. فدايما من يعني من قبلينا من 48 اول بطوله الدوري النادي الاهلي كان بيكسب على 10 سنوات لحد 58، وبعدين حصل خسر في الستينات، لكن بعد السبعينات بقى طفره كبيره 10 سنين، وبعد كده بقى بتخش في الحاجات دي. فالريكفري دي او الريتيرن ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، لازم يحسوا الاحساس ده انه المباراه كانت فيها انلك بالتاكيد. توفيق كان حقيقة بعيد تماما عن كرات كتيره جدا كان النادي الاهلي ممكن يحقق بها المكسب. بس طبعا في كل مباراه لو لا هناك اخطاء مش ممكن فريق يكسب او يخسر الا من خلال اخطاء موجوده في الفريق. فطبعا الاخطاء موجوده وواضحه جدا، مش محتاجين نتكلم عنها، كلها اخطاء فرديه نتيجه تمركز دفاعي، نتيجه ماركينج، نتيجه الحقيقه عدم الالتزام بالنواحي الخططيه، يعني في امور كثيره جدا حقيقه ارتبطت في الحته دي. لكن انا بعتقد انه زي ما هي كابتن محمود الخطيب انا شايفه يعني يجتمع باللاعبين، يا جماعه احنا يعني وقعنا وقعه صغيره لكن لازم نقوم بسرعه، ومن خلال هذه المباراه نستطيع ان نصحح الاخطاء بشكل افضل ولو رب ضاره النافع. وانا كنت بتكلم يا كابتن شطه في نقطه مهمه، وحضرتك طبعا لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب يمكن قضى كتير وسنين في النادي الاهلي، اللعيب ساعات في وقت من الاوقات بيحتاج يخسر، ودي نقطه الناس بقول لك يمكن ما تفهمهاش، لكن في وقت من الاوقات اللعيب محتاج يخسر علشان وخاصه في النادي الاهلي. انا عارف وحضرتك اكد على الكلام دوت ان اولاد النادي الاهلي متعودين ان بعد الخساره بيكون في نوع من مش عايز اقول الغل ونفسهم يلعبوا الماتش الثاني ده بكره. بالتاكيد انا بعيد عليك في الكلام ده، لو احنا زمان هي كنا لما تحصل نحس ان الفرقه يعني فكت شويه نتيجه يعني برضو انت عارف اللعيب برضو مراد بيمر بفتره اسمها فتره الزهو او الانتشاء، المكسب ورا المكسب ورا المكسب مطمن والمكسب ورا المكسب بيخليك عارفه ريلاكس، بيخليك مش مركزه. فالحالات دي محتاج برضو للخساره عشان تفوقك. فالحقيقه انا برضو يعني ما كنتش اتمنى انها تيجي من فريق كبير زي الزمالك، انها تيجي من فريق على الاقل. انا لما اجي العب ماتش الزمالك دي بطوله مهمه جدا بالنسبه للاعبين، لانه دي التاريخ هيذكر هذه المباراه اكتر من مباراه اخرى من نادي اخر. فبالتالي هذه المباريات عشان كده الاهلي والزمالك كديربي محتاج انك انت كلاعب انك تبذل اقصى جهد فيها، لانه في يوم من الايام هيقولوا والله هذه المباراه لعب فيها فلان وفلان وفلان والنتيجه جت كذا وكذا. فزي ما حقيقه زي ما ذكر انه في بعض الاوقات لما الحقيقه الفريق يكون في التوب زي النادي الاهلي الان فارق بحوالي 17 او 18 نقطه أكيد. لازم يحصل نوع من الحقيقه الدروب داون عشان تستطيع انك انت تقف تاني على رجليك، والغل يبقى موجود والحماس والحراره والانتماء والحاجات دي كلها والروح السبيريت دي مهمه جدا الحته دي. انا بعتقد ان يعني بقول لك انه هذه المباراه كويس انها جت قبل بطولات افريقيه بفتره كافيه جدا عشان الحقيقه نصحح هذه الاخطاء. بجانب كمان انا شايف انه عندنا عدد كبير من اللعيبه مصاب، يعني حقيقه انا مش عايز اقول يعني اللعيبه اللعبه دي ما لعبتش قبل كده، كلها لعيبه كبيره، كلها لعيبه كانت موجوده، بس هتلاقي واحد ما كانش موجود انفيت. لكن المجموعه حقيقه احنا محتاجين انه نعيدها يعني الفيتنس لكل اللاعبين عشان الروتيشن ولا التدوير يبقى سهل جدا انك تحط اي لعيب في اي وقت من الاوقات يقدر يسد في بس حضرتك